نعرف والقمح. لهنا الدجاج لهنايا غني بمادة سيلينيوم، غني بفيتامين بي 6، غني بالكالسيوم، بيان سور غني بالبروتين. نعرف الدجاج حنا مدة لهنا الصلاحية تاعو تاع الكونجيلاسيون تاعو ما تفوتش 6 شهور كي نديروه باش نكونجليو الدجاج تاعنا في الكونجيلاتور، ما يشدش من مدة تاع 6 اشهر في الثلاجة. بعد ما كنا غسلنا بالخل والملح، لازم نغسلو بالخل والملح باش نحو كاع داك الجراثيم اللي يكونوا فيه، نديروه داخل ساشيت كونجيلاسيون، نحولها كامل الهواء ونخلوه في الثلاجة. عندنا باك كي نجبدوه دوك يا نديروه، ما نخلوش الشغل اللي ديجيفيرا بزاف، ماذا بينا ديجيفيرا داخل الطنجرة هذيك باش ما خاطرش كنخلو ديجيفيرا وحده يفقد كاع الفوائد اللي تكونوا فيه. صافي ما يفوتش مدة تاع 6 شهور. وفي الثلاجة كي نخلوه مدة 48 ساعة، صافي يومين. لازم نغطيوها بابي فيم، هكذا بابي فيم نغطيوها باش ما يدخلوش الهواء، ونخلوه في الثلاجة لمدة يومين. كي تكون دجاجة كومبلي دي فوا حنا نحكموا كي يكون عندنا دجاجة ولا يكونجليوها ديرها. واش لازم نديروا لها؟ لازم كي نجبدوها نديروا ما كما نقولوا حنا ريسيبيون، نديروا فيه الماء عادي من الحنفية، ما يكونش سخون ما يكونش بارد. نضيفوا له لهنا ملعقة تاع الخل، ملعقة تاع السكر، وملعقة تاع الملح. نحطوا ديك الدجاجة لداخل، من بعد 3 ثواني 4 ثواني نسيبوا ديك الدجاجة تعاود ديجيفرالنا ونقسموها. لا ما ديرها في النار، بلا ما ديرها بارد عادي. نعم، ما عادي من الحنفية، ما يكون بارد بزاف ما يكون سخون. نعم، نديروا له ملعقة تاع السكر، ملعقة تاع الخل، وملعقة تاع الملح. نحطوا ديك الدجاجة لداخل، من بعد 3 ثواني ولا هذيك الدجاجة تاعنا ديجيفرا ونقسموها عادي.